صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: كتابة الملائكة لما يهم به الإنسان من حسنة أو سيئة، هل يؤخذ من هذا أن الملائكة يعلمون بما في قلب الإنسان من الإخلاص وغيره؟ لا أعلم ولا أدري أن الملائكة تكتب ما يهم به الإنسان، إنما الملائكة تكتب ما يقول ما يلفظ من قول، لا لديه رقيب عتيد، وتكتب ما يفعل ويعمل تكتبه الملائكة، أما أنها تكتب ما في قلبه فلا أدري. نعم.